السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. الكوكتيل والناس اللي طلبت فيديوهات الكوكتيل، معلش احنا اتأخرنا عليكم شوية في فيديوهات الكوكتيل، وإن شاء الله أحلى أخبار وأحلى فيديو النهاردة عن العصافير الكوكتيل أو عن طيور الكوكتيل. عندنا جوزين كوكتيل، الدكر الحبش اللي حضراتكم شايفينه ده اللي كان واخد النتايه، الحبش التانيه اللي كان عيالهم دايما بيطلعوا معاقين او كان النمو بتاعهم ما بيطلعش لحد الاخر وبيموتوا، وعشان كده احنا توقعنا ان هو ممكن يكون اخوات وقلنا نعزل. ليه؟ لان جواز الاخوات ساعات بيطلع اعاقه او ساعات بيطلع نمو ضعيف، تمام؟ فلما عزلنا ده اعطيناه لنتايه ايزابيل، تمام؟ جميله جدا جدا، هي النتايه مصبعه بس التصبيع بتاعها واخد الشكل ايزابيل، تمام؟ هنشوفهم دلوقتي وهنشوف النتايج قاعدة جوه البيت. هما بسم الله ما شاء الله واخدين بعض زي الفل اهم، ادي الذكر اهو والنتايج قاعدة جوه العش. هنفتح دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. شغلكم الفلاش، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله، النتاية فاقسة وفي قشر بيض اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. طبعا النتاية قاعدة على الفروخ بتاعتها، عايزين بس نقول لها بس بعد اذنك كده ونبص بصة تحتيها ونشوف فاقسة كام ايه فرخ. بسم الله، معلش بعد اذنك، بعد اذنك، معلش معلش يا جميل، بعد اذن سيادتك. لازم واحدة واحدة، ده اثناء التصوير او اثناء انت ما بتفتح على العصافير الكوكتيل بتاعتك، وانت بتفتح لازم واحده واحده وبراحه خالص عشان تبدا ما تهيجش النتايه، ما تخليش النتايه تخاف منك، يعني كل شغلك كله يعني بمعرفه. هو شوف انا فتحت وقعدت شويه بدا ايه فرخ من الفروخ يطلع على جنب اهو اهو، بسم الله ما شاء الله، نعمل له زوم كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله ما شاء الله اهو، يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته، اهو بدأ يخش تاني تحت امه، ماشي زي الفل، جميل ممتاز، ماشي نعمل كده يا جميل، ما تفتح بقى كده جميل وتخلينا نشوف كده كده. بسم الله، ممكن بعد اذنك، بس ادي فرخ تاني اهو، يا جماله يا جماله اهو، بسم الله ما شاء الله، فرخ النحيادي وفرخ النحيادي كده ايه كده تحتها فرخين، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، وفي لسه بيض كمان، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. طيب بما انك انت مش عايزه تقومي هنخليكي زي ما هي، زي ما انت، مفيش اي مشكله اهو، مش عايزين نزعجها اكتر من كده، كفايه قوي قوي ان احنا عرفنا ان هي فاست اتنين، بسم الله ما شاء الله، وراقده، ومعنى ان هي راقده على البيض ومش عايزه تقوم معنى كده ان في خطوره لو قامت من على البيض، احنا هنحترم رغبتها وهنسيبها خالص ونقفل العش تاني. طب وادي الذكر قاعد اهو سبع البرومبه، وادي الفلارس، بسم الله ما شاء الله، عشان اخواننا العرب اللي ما يعرفوش الاسم ده، هو اسمه فلارس في مصر بس انا ما اعرفش بره اسمه ايه اهو. ادي الحبايه اهي، عملت لكم زوم عليها اهي عشان تعرفوا الدنيا فيها ايه، وهي ديت الحبايه اللي انا باكل منها ديت على طول ما بقطعهاش. ادي الناحيه الثانيه، ادي اللب، ده اللب، يبقى اللب والفلارس، وادي السيبيا اهي او عظم الحبار، تمام، لب فلارس عظم الحبار. طب ايه تاني يا عم ناصر؟ البيض بالميكس، انا عن نفسي بعمل بيض بالميكس، ما بعملش بيض بالبقسماط، الحمد لله الميكس عندي متوفر فبعمل بيض بالميكس. طب الميكس ايه فايدته او ايه الفرق بينه وبين البقسماط؟ ان الميكس بيمد البيض بطاقه اعلى ومواد غذائيه اعلى وفيتامينز اعلى، تمام، لان هو اصلا معمول للتاكل اليدوي، فبالتالي في فيتامينات كتير جدا. لما اجي انا احطه على البيض يبقى كده انا برفع القيمه الغذائيه بتاعه البيض، وفي نفس الوقت بخلي فتره بتاعه البيض ان هو يبوظ. احنا طبعا دلوقتي الجو بدا يحرر شويه، لو انت حطيت البيض قدامهم وقعد ساعتين ثلاثه بيبدا يعمل ريحه بالبقسماط. طب انا لما باجي احط عليه الميكس ممكن يقعد 6 7 8 ساعات مفيش اي مشكله، بيطول عمر الافتراضي بتاع البيض. ليه؟ عشان الميكس ده اصلا تحس ان محطوط عليه مواد حافظه بحيث ان هو يقعد في العلبه بتاعته اكتر من 6 شهور مده الصلاحيه، فبالتالي انا بستخدمه باخد الفيتامينات اللي فيه وباخد القيمه الغذائيه العاليه، وكمان بستفاد بالمواد الحافظه المحطوطه فيه عشان انت حافظ لي على البيض اكبر فتره ممكنه عشان ما يبص، عشان احنا طبعا عارفين لو البيض باظ بيبدا يعمل كوكسيديا وسالمونيلا وبيموت الفروخ وهي صغيره، تمام؟ الحمد لله، يا رب تكون المعلومه وصلت بمنتهى السهوله اهو، تمام؟ وادي سبع البرومبا،
بسم الله ما شاء الله. الدكر ده مع انه حبشي بس بسم الله ما شاء الله دكر كويس، وبياخد على النوتي بسرعه وتخصيبه ممتاز. هو يعني تحس ان هو مهنك شويه بس طبعا بسبب الظروف الجويه اللي فاتت، بس الحمد لله بيضه مخصب وزي الفل، وان شاء الله ربنا يكرمنا منه خير. تمام، يلا بقى نروح نشوف مراته اللي احنا اعطيناها دكر تاني، نشوف الدنيا معاها فيها ايه. ادي القفص التاني اللي فيه مراته، وعطيانها دكر مصبع او التصبيع بتاعه رايق، يعني نقدر نقول على دكر بصمات. تمام، ادي الاكل بتاعه عشان برضك حبايبنا العرب اللي في دول عربيه يعرفوا الدنيا فيها ايه. ادي الفلارس وادي اللبس، نفس القصه بتاع القفص اللي فات، بس انا هنا خلط الاثنين في مأكله واحده. تمام، نعمل كده. عايزين نفتح العش بتاعهم، نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ادي النتايه وادي الدقه. طب نعمل كده بقى، ايوه ادي النتايه والدقه، بسم الله ما شاء الله، تقسيم في نفس التوقيت ما شاء الله. ادي تحتها ثلاث بيضات وكمان في فرخين اهم. تمام، بسم الله ما شاء الله، وبسم الله ما شاء الله كمان الفروخ تقريبا في سن واحد. انا شايف ان دول اكبر شويه، متهيألي دول اكبر شويه من اللي هناك، بس زي الفل. ده جميله جدا وهتنفعنا ان شاء الله رب العالمين. اهو ادي الدكر اهو، ده دكر مصبع بس رايق، بص بياكل اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. كان في احد حبايبنا في كاتب لي في تعليق بيقول ان كوكتيل طائر رخم وما بيشتغلش، ولو مثلا في 100 واحد بيربوه 10 او 20 واحد بس هم اللي بيفوزوا، يعني هم اللي الطير بينتج عندهم، انما في الاصل ان الطير الكوكتيل ده طير فاشل. انا يعني بختلف معاه طبعا. تربيه الطيور بصفه عامه سواء كوكتيل او غير كوكتيل، انت تهتم بيها، توفر لها البيئه المناسبه، سواء بقى الجو، سواء الفيتامينات، سواء نوع التغذيه اللي انت بتقدمها، النظافه بشكل عام، طريقه التزاوج، في الفه، في طيور تاني حواليهم، كل الحاجات دي حاجات بتساعد ان العصافير عندك او الكوكتيل عندك يشتغل بشكل كويس. فانا ما اثرش بالنسبه للحاجات دي او البيئه المحيطه وبعد كده اعتب على الكوكتيل ان هو مش شغال. ادي الكوكتيل اهو قدام حضراتكم، بسم الله ما شاء الله، ده تاني جوز وفائس وتوفيق ربنا بفضل الله، بفضل الله الحمد لله رب العالمين. الكوكتيل عندي بيشتغل كله مع بعضه، يعني مثلا ادي دول بيفقسوا والتانيين بيفقسوا، دول فقسوا اثنين والتانيين فقسوا اثنين، فدي حاجه كويسه جدا جدا بتساعد المربي ان لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل خطا او كوكتيل ما رضيش ياكل، نبدا ننقل هنا لهنا عشان نبدا نظبط الدنيا عشان نفوز بالانتاج بتاعنا، عشان ننجي الانتاج بتاعنا من الموت. فدي حاجات اسمها توفيق من عند ربنا، بس اهم حاجه انت تاخد بالاسباب، والرازق هو الله، مفيش حاجه اسمها طير فاشل، في حاجه اسمها مربي مش عامل اللي عليه. تمام، باسلوب حلو اهو، مربي مش عامل اللي عليه، انما مفيش حاجه اسمها طير فاشل، لا، في حاجه اسمها انا اعمل اللي عليا والرازق هو ربنا ان شاء الله. والله يا جماعه انا نفسي اعمل لكم على طول فيديوهات من نفس النوعيه دي، افتح لكم عشوش واقول لكم على معلومات واقول لكم هتعملوا ايه مع الفروخ وهتعملوا ايه، بس هي الفكره والله النفس يعني شويه يعني الواحد متضايق شويه بسبب الاحداث اللي حاصله في العالم، وسبب فيروس كورونا دوت اللي معدي الناس في بيوتها، وفي ناس كتير جدا جدا مصالحها واقفه، وفي ناس يعني رزقها على الله، شغلها باليوميه وقاعده برضو في البيت بسبب الحظر. فانا بقول يعني رساله مني لحضراتكم، وانا عارف ان انتم ما شاء الله يعني ما شاء الله ناس اللي في القناه كلها ناس محترمه جدا 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 وبتحب الخير جدا، يا ريت اي حد يعرف اي حد راجل ارزقي او شغال باليوميه، وطبعا بما ان ظروف الحظر يعني جبر عليه ان هو يقعد في البيت، حاول تساعد، حاول تساعد على قد ما تقدر، طلع خير، طلع اكل، طلع اي حاجه بشكل كويس، ما يكونش فيه اهانه للراجل اللي انت بتطلع له، وفي نفس الوقت انت بتعمل على مصلحه اخوك، يعني بتقف جنبيه. تمام، عشان خاطر الظروف دي ان شاء الله باذن الله يعني قوه ونعدي منها، مصر وكل الدول وجميع العالم ان شاء الله يعدي منها على خير، ودوت امتحان واختبار من ربنا عشان نشوف احنا هنقف جنب بعض ولا مش هنقف جنب بعض. معلش انا اخوكم، اعتبروها رساله مني، وحاول قدر المستطاع تعمل بيها. الله اعلم بكره في ايه، الله اعلم الفيروس ده هيخلص على ايه، لان محدش عارف اي حاجه،
الموضوع غامض والعلماء عمالين يجتهدوا ومفيش اي حاجه تبين ان ايه اخره اللي احنا فيه ده. فان شاء الله خيرا وان شاء الله ربنا يسترها على الجميع. تحياتي ليكم ويا رب يكون الفيديو افادكم، واهم من الفيديو انك تعملوا بالنصيحه اللي انا لسه قايلها دلوقتي علشان ربنا يسترها وتعدي الكبوه دي على خير. تحياتي ليكم واني احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.